يلعب لك كرة إلى العمري في الناحية اليمنى أو اليسرى لمصلحة الرائد، كرة مر من الأول والثاني وحسن يضرب. يا الله المتابعة يا جبار، يا الله على أمجد الرائد يعود ويعدل الكفة ويعدل النتيجة. حسن استلم وحسن صوب كرة أولى في العارضة ليأتي البديل. البديل هو العراقي أمجد، هو العراقي أمجد يلعب ويتذكر يونس محمود، لأنه يرى في يونس قدوة لكل المهاجمين في العراقي أمجد. الآن راضي يرضي عشاق الرائد بهدف التعادل. البديل يعدل الوضعية ويبدأ التسجيل مع مطلع شوط المباراة الثانية. يا سلام يا أمجد، وأصبحت 1-1.